أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا، بفضلك يا لطيف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ورضي الله عن مشايخنا أجمعين ونفعنا بهم. ودرسي اني اللحاد وكم اذا كتاب كاني الملخص المفيد في علم التجويد. عن قصوة كرني نون تريبا يتوين تحكم يدا ايليهين. وعن سوق مني افر حكم ان نون تريبا يتوين تو ايليهين. مارك الله يقصد دي يلا تنك حرف وكم اذا الف وحملها. شوهم في كوبات وعلي ظهارها وكسب حني. هذا واحد قال لنا حكم كي لبات وعلي دغام. الحكم حكم كي الثاني لبعض، ومن أحكام النون النون تحكم يد إذا كم إذا النون تي الساكنة غير ميت يو التموين التموين ده أحكام تي إذا كم إذا الإدغام إدغام كي وشد كي نون كي غير نابا وح الوشر هي حرف قدم بي أما التموين تي حرف قدم يا الوشر هي و. إدغام وا محي إدغام محلي ده أريغاس عربي هان وحا لو دها نوشد ان التجويد كو سيده يي قنانا نوشد جواب ان ادغام ادغامكو لغة حق اللغة العربية ما ادغام لي هذا ادغاء ادخال شيء شيء ولا قليو في شيء شيء بحيث شيء هذا شيء لحق ريسيد ادغام معناها معناها ادغام كلي واسلاس كي ادخال المصحف كتاب في قرآن كهل قلنتي سيوك في الجيب كتاب في قرآن كهل تشيب كي ريسيد أما تقول كيف يجلس تدغام بالغة اللي هو جلين أو الخالص سيف في سيفتي ولا جلس في قرار يقول كيف سيفت هذا تقول كيف هذا جلس وكو حريص أنا إدغام بالي هذا اللغة عن تاس أنا اللغة أصلا ما خصيص واحد نقص يا واحد سلاح واحد الدول يقف فيه مش مهم وضاح فيه أو وصل سلاح واحد قدم ليه وصل سلاح أنا حقه شيء اسمه علوم هذا تجويد كثير أوي قانون إدغام محلي هذا التقاء وحرفين حرف لكل مديسي حرف خاص ساكن غيبا بحرف حرف ولا كلمة حرف خاص متحرك حركة سن بحيث ميلا ولا كلمة يصيران إلى وجه حرف يهان هيان حرفا حرف حرف خاص واحدا كليا حرف خاص مشددا لشري إدغام كو حوية حرف غيبا يا حرف كدن بيو حركة سن با والد بيحكي لنا هيا مركز واحد نقول هيان خل حرف أو كلا وشنا بالغ رواقية هذا نون كريبا التوينتة مرك اللي هو على إدغام يا معنا اللي وش اللي هو هي نون كريبنا أما التوينتة حرف حركة سن باك بدعية حرف كي في حركة سن يا عزيز ولا تبيح قلنا هي خل حرف بالغ رواقية أو شنا حرف كل غد رواقية هي أنا بحوي بحرف كذا بيجو نون تمر الغد رواقية هاي حرف كذا بيجي الغد رواقية أو شنا كم هو مقع حروف الإدغام حروف الإدغام كواينت وما هي محيصة عي نون تريبا يتوين تا مرك إدغام كحوم كل عقاب نيان حروف الإدغام كانت واينت محيصة كليين جواب حروف عدد حروف الإدغام شد حروف تي سترادو ستة حروف لحرف فقط وكلي لحرف وكم إذا سيدير يلا بطنك حرف وعلي فحم لها هدي أي دبا دعان ميت كم إذا بابا دعا هي نونتي رمين أما توينتي نونتي أما توينتي والي ضامية وهي حروف تسلح ذا كو الياء يأوي لب الراء رأوي ردح الميم ميموي أفر اللام اللاموي شن الواو كل هذا هو تنبينا النون نوي وهذا ركته فالحرف وتدون لحدي حرف ويظهر في شنو جتي لحدا الحرف وحالي هذا حروف الإدغام هدي أي ضوضع نون كريبا أما التوينتة نون كي غيرنا يتوينت وحال وشن هي عيار يا ضوضع عضي نون كي يأدي كشل يا أشتنان أباكو حليصة نون كي مكو دواقشي إدغام كما عليك سيارة فلا أبا ضوضع عضي وحاكو دواقشة نونكي أما توين ترى أنت ليش جلس ترى أشلون ميم شلون لام شلون واو شلون نو شلون ليش حرف حروف إدغام دليلها
وهي حروف تاتلحدة مجموعة من يلوس أرورية ولوك الميوي في كلمة يرملون ويرعلين هيان كلمة يرملون أباكو أرونيس يلا قديم يا لي هذا قلكم ماشي وخد إلى يا را ميم لام يرملون أبو سكلي ويا را ميم لام واو نون ويكوسو أرونيس يرملون أكو حفظيسا أريد أن تفسر له يرملون ويرعلين هيان ولو مركا لحشتني وكريم بين الصفا والمروة. سؤال حل الإدغام إدغامكم اللي هي أقسام غيره ما قيب سما جواب نعم ها ينقسم وقيب سما هيا وفوك ربح هيا الإدغام إدغامك إلى قسمين لما قيب ودوك ربح هيا إدغامك أو أدقرتي معناها اللي تشيله هي حروف تكيمتا بالله ما شيء وقيب سما شيء مركي انت لو تعريفيه حبنا كدي بلا قيبيه واتسي فهميسا وحالي هذا تقسيم الشيء توضيحه شيء مركي لا قيبيه وقوع دانية لا ويوقي سميا جواب نعم هابو ينقسم الإدغام إلى قسمين وهما لا بلا قيبه بحوية إدغام وإدغام كان صار بغنة مع غنة وغنة مع ذا هذا إدغام بغنة بالي هذا إدغام كان مركز سمين إيسو صوت أما نوق كده واقع هيا تنقرة با 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 قدر إيسا إدغام بغنة وله إدغام كان صار بغنة وش اللي هي أربعة حروف أفر حرف أو من الستة في الحديث كمية لابو إدغام الإدغام وهي إدغام كان صار بغير غنة غنة لعنت إلى هذا وله كاسنا وش اللي هي حرف على لو حرف مركة أفر حرف أو ليش دي كم إذا مركة يمد كم إذا أو ضمد عن نون تي فهم ميد أما توين تي واحد يجلس إدغام كصغنة غنة معنى الحوية فصوت عض تنقلك صباحا يوي مركة إدغام بغنة لي هذا يتكلم أما إدغام بغير غنة بالأخين واحد يلا أذكر تنقلك دواقة يجلس مثال كانت كيف هندو إن شاء الله وله يقول لي يا إبغام كاس بغير غنى حرف على حرف لا أسوق اسمه إبغام بغنى إبغام بغير غنى هو القسم الطيب كي الأول كورات ومن الإبغام إبغام كم إذا على إبغام إبغام وي إبغام كاس بغنى مع غنى بغنى مع العام غنى لو سمعنا سا من غنى أيات كبرى كبرى ساعات صباحا ما هي محيطة حروف الإبغام إدغام كحروف تيس إدغام كاسو بغنة مع غنة وغنة مع إلى هذا إدغام كغنة لوطة أنا غا حرف جواب أربعة أفر حرف وي وهي أفر تاسو ألي يا ويا ذوي كن كوبات كلابانا النون النون توي كان صدحانا الميم ومين توي كافانا الواو يا نون ميم واو أفر تاس فحوي إدغام في غنة بالي هذا غنة وصلين سا وهي أربعة مجموعة وحل وكل مي في كلمة ينمو أريج ينمو ما قوارنا يا نون ميم واو وعقل وارور يا يو منو أفرت عرف وهذا الإدغام إدغام كان يسمى وحل ومجعاوة إدغام الإدغام كان ناقصا لمن عاير والجهاد الحرفي حرف كتيجي سي وبقاء صفة الصفة بقى عن شهدي بركة إدغام كان إدغام عقولنا إدغام ناقص أهلي هذا كان كان إدغام كامل ونغندونا بركة ناقص محل وشي ذا فحلو يري إدغام كحرف كهراء ورياضا فالحرف كان كشي ليسا كان معنها اللي وشي ذا حوية بركة شيء شيء كو إدغام يسو ميت كهراء مضغم بالي هذا واكي لا إدغام هي كالضمان مدغم فيه بالي هذا
marka midka hore oo mudgamka ah waxa qasaba in loo bedelo xaraf lamid ah kan ka dambeeya mudgoosiga hadda nuunka reeban marka uu ku idgaanaysi ayadii oo nuun awowgii may dhex geli karto waa in wow loo bedelaa markii nasal yaa ka dambeysa ku idgaanaysi waa in ayaa u bedeshaa marka laba xaraf oo islimid ah la isdhex gelin karo hal shay loo soo dhigi karaa marka markii shay iyo shay lagu idgaamahayo waxaa la rabay xarafkii hore oo mudgamka ahaa in daatadiisii iyo sifadiisii labadaba la bedelo nuunkii marka masal yaa ka dambeysa yaa ku idqaamayno sidaan daatada xarafka aan u bedelno nuunkii dhamma yaa ugu bedelnay waxaa la rabay in sifadii uu nuunka lahaa nuunku sifuu leeya sifadaas waa gunna sifadaas gunnada inaan iyadana bedelnay ahay markaasa waxaa la yidhi afartan xaraf oo yanmu lagu kulminahayo markii ay daba dhacaan nuunka reeban ama tawiinka nuunkii reebnaa ama tawiintii xarafka ka dambeeyaa loo bedelayaa daatadiisi bas baa la bedelayaa laakiin sifadii sifada ay gunnada ahayd waa joogtaa markaasaa waxaa la yidhi idqaamku waxaa lagu yaqaanay shayga markii shay lagu idqaamahayo in daatadii xarafka iyo sifada iyo tilmaantii wata in labadaba la bedelo haddii marka daatadii bas la bedelay oo sifadii aan la bedelin idqaamkaas idqaam naaqisu noqonaya waa dhiman yahay maxaa yeelay waxaa la rabaa labadaba in la bedelo marka afartan xaraf markay daba dhacaan nuunka reeban ama yaada idqaamkaas idqaam maca gunna sida loo yidhaahdo baa waxa kaloo la yidhaahdaa idqaam naaqis ah maxaa yeelay xarafkii markaa bedelaysay sifadiisii baa joogtay laakiin daatadii waa tagtay weylayka hoo oo qaado alam sidata tusaalooyinkii qaado marka marka waxaan leenahay afartan xaraf maxay daba dhacayaan nuur reeban ama tawiin sideed suuraa ka imaanaysa marka sideed suuro maxaa yeelay nuunta reeban afar miisaal bay yeelanaysaa tawiintuna afar bay yeelanaysaa sideedaasaa ka imaanaysa marka markii nuun reeban uu daba dhaco waxaa qasaba laba kelma inay ku kala jiraan sidii tii hore oo kale la dhihi maayo nuuntii oo hal kelma ay ku wada jiraan iyagoo laba kelma kuma jiraan hal kelma markay ku wada jiraan ma suuroobayso waa laga daynaya taas afar miisaal baan ka rabnaa misaaladii hoo afar qaanadood ba halkaas jadwal buu sameeyey tablekaas buu sameeyey afar qaanad buu kooba qaanada koowaad alcadad tiradii bay ku qoraysaa qaanada labaadna xuruuftii oo xuruf ilqaam xuruuf ilqaam biqunna oo qunnada kiisay qaanada saddexaadna alamdila tusaalooyinkii oo maca nuun nuunka markaas iyo xuruuftii oo la socda qaanada afaradna alamsilatu maca tuwin misaaladiiyo tuwintii bal qabo tirada koowaad yaa sooma aragtid misaalkeeda man yaquulu hadda markaad fiiriso nuunkaas reeban waxaa daba dhacay yaa nuunkaas xukunkiisu muxuu yahay waa alidqaam idqaamkaas waa kee waa idqaam maca gunna idqaamka maxaa looga jeedaa nuunkan ya u bedel yaadaas aada u bedeshay yaada yaquulu kushi markaa kushidid idqaamka waa leela gunnadiina waa maxay markaa nuunka maraysa meeshiisii waa inaad sanqada xoogaa ka hadashaa oo taa man yaquulu waa inaad oran man yaquulu hadda haddaad tidhaahdo man yaquulu man yaquulu idqaam waa samaysa laakiin nuqunadii baa kaa maqan waa inaad tidhahdaa man yaquulu man yaquulu markii tawiintu ay tawiinyayaana waxa weeye faruqun yajcaluun faruqun yajcaluun farqun tawiinta ku jirta tawiinta horaad usoo qaatay nuunka reeban inuu yahay laba shaqal yaada ka dambeysa yaabaa daba dhacday tawiintii waxaan leenahay xukunkeedu waa alidqaam idqaamka maxaa looga jeedaa tawiintii waxaa ku shedaysaa yaada ka dambeysa markaad ku shedaysidna ogow yaabaa u bedeshee gunnana ku daro waxa weye sawtun ladiidun murakabun baa liyaa waa sawta xaggaas sangada ka dhawaaqahay baruqun yajcaluun weliba markaad ku hadlayso waxaa rabaa inaad xoogaa ku hakato hadda misaalka hore man yaquulu laba reebaa taha man yaquulu ma inaa taha man yaquulu laba xarko laba farood inta laga laabo kale ama laba farood oo laaban laga fidiyo kale waa ku hakanaysaa baruqun yajcaluun haddaad tidhahdo sidaan ka waran baruqun yajcaluun baruqun yajcaluun gunnadii baa ka tagtay baa laleeyay waa inaad tidhahdaa baruqun yajcaluun markaad gunnaynaysana haddaad tidhahda ka waran baruqun yajcaluun
barqun yajcalun dowladii waa samaysay laakiin ku daa xogaa daahitaankana jaayir ha ka dhigin lama rabo inaad tiraahdo barqun yajcalu wabsaagrigato mara xaraka qadarkeedoo kale ku daa barqun yajcalun man yaqulu tan labaad waa nuunka nuunkii oo nuun daba dhacay lidaalkiisa nuun reeban oo nuun daba dhacay waxa weye min nicma min nicma saasaa ugu dhawaaqaysa nuunka reeban nuun baa daba dhacay shungis waa isaab ayadoo tuwiin daba dhacay waxa weye tuwiintii oo nuun daba dhacay yawma idin naacina yaw yow dhihimaysa yow yow la dhihi maayo yaw baa le yawma idin naacina hada tuwiintaas shungis waa isqaab xayalu baa daba dhacay kan saddexaad almiin miinkii wey sida masal maxay noqot misaalkeedi mina lilah mina lilah min nuunka ku jirto reeban miin baa daba dhacay runkiis waa idqaam idqaam macnihiisu waa maxay nuunkii reebnaa miinka ku jir markaa miin ubadasho kadib uunana sane minma min maaha dhihin mina lilah markii tawiintii miin daba dhacana lu lu an manthura lu lu an manthura kaafraada ugu dambeeya alwaaw midaalkeeda markii nuunkii oo daba dhacay waaw minwaal 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 inaad tihaa laba ogola minwaal haddaad tirahda minwaal ibraam waa samaysay laakiin uunadii baa kaa maqan baa lagu leeyay minwaal ayadoo tawiin oo daba dhacayna idaalkeeda walikullin wijha hadaad tirahdo walikullin wijha walikullin wijha hadaad tirahdo unadi baa kaa maqmaa lagu leeyay marka hadda haddaan idhaar samayn lahayn maxaan dhihi lahayn man yaquulu barqun yajcaluuna taa lama ogola idhaarku waa inaa taa man yaquulu ha idhaarin baa lagu leeyay abaa dabadhay man yaquulu walidgaamu idgaam kii buu yidhi oo biqunatin maca gunatin gunna meceeda ahaaday idgaam maca gunna haddii lagu yihahdo waa afarta xaraf markay daba dhaca nuunta reeban ama tamiinta kamaa sidii ra'aynaa sidaan aragnaba buu yidhi laa yakuunu kama maka ahaado ilaa minla kelimatina laba kelmo unbuu wuxuu yidhi waa in nuuntu kelmad aakhirkeed joogta kelmad eray gadaasha ugu dambaysa afartii xaraf waaw yaa miin nuunna waa in kelmad bilowgeeda joogaa marka idgaamka oo maca gunnatin ahaaday kamaa ra'aynaa sidaa aragno laa yakuunu ma noqonhayo ilaa minla kelimatin oo si idhaarkii ma suuroobayso inay hal kelmo wada galaan laba eray oo nuuntuna eray ugu dambayso xarafkan kalena eray ugu horeeyo faidaa waqti iyo waqaca u dhaco haddaba xarfulidgaami xarafka xarfulidgaamka ah iyo nuunu nuuntii asaakibatu reer muun sida kelimatilwaaxida kelmad keligeeda dhexdooda hadday dhacaan wajo idhaar waa ka waran eray haddaan aragno nuun reeban iyo xarfu xarfu idgaama ay erya ku wada jiraan ma isku idqaamaynaa maya ma iskuma idqaamayo idqaamka maxaa oo shardi ah waxaa shardi ah nuunka reeban in ay kelmad aakhirkeed ku jirto xarafka ugu dambeeya tahay xarafkii xarfu idqaamkahana kelmadda kale bilowgeeda u yahay ama hadday hal kelmad wada galaan markaas waa la muujinaya midlu sida dunyaa sinwaanun wa iyo sinwaanun wa bunyaanun wadaas iyo bay ka dhiganta hadda eragaa fiiri dunyaa maxaa kaaga muuqda nuun reeban waa ay ka dambaysay yaa nuun reeban hadday yaa daba dhacda idqaam bay ahaan jirtay dunyaa hala yaa la dhihi maayo maxaa yeelay shardi buu laha idqaamkaas waa inay laba kelmo kala jiraan marka waa muujinaysaa dunyaa waxaad kaloo iska ilaa inaad tiraa dunya oo ikhfa ku samayso dunya bal tuthiruuna alxayaata addunya cadhihin ata bal tuthiruuna alxayaata addunya marka waba afartaas erayba dunya iyo sinwaanu bunyaanu arbacu kalimaatin haadihi midaanu arbacu kalimaatin waa afar eray laa khaamisa laha mid shanaadna uma sugnaanin bi fi lqur'aani qur'aanka dhexdiisa qur'aanka halkan sanata badna
ويسمى واحد الأمر على هذا مثل الإظهار وإظهارك بالإظهار المطلق بل إظهار كلسي داي حتى صراح صغاطي إظهار حلقي كما على إظهار مطلق وي صح قيد ما وتوي دول وقيد ما بشر وقيد ما قبر وقيد ما يسلك وكل تمرينات هذه ميدان هذا لو قيد وضع إظهار كصغاطي لو نقول ما تمرينات هذه ميدان التمرينات اللي يسوي تمرينات كاسوري الإضغام إضغام إضغام كان صدقونا في المعقولة تقولون ما يلعب ما حلها يلا ولد الحليل هي والله فرا يلو شيء الله تعالى نبي ووالد وما ولد فمن يعمل من الصالحات خيرا يره من نعمة تجزى الحل هذا محل قالوا حليل هي أولا أقول أول مرة روح الله في كلمتي ووالد وما ولد لا بأس أي واحد كل جرب يتوين تون وهذا رتع ووالدين هان كتير ما بدوت حكم يتوين ذاك شو من جزء على إدغامه وين لا وش ذاك عرفت بنية بغنة المعقولة أيوة الغنية هاي لو الوقوع الواو الوجود بواحد على بعد تون والله واو من حروف الإدغام بغنة بحكم إذا حروف تلا حروف الإدغام بغنة ثانيا أقول ثانيا مرك الله روح الله في كلمتي فمن يعمل كلمة لا بدأ كلمة لا بدأ عري حقصوا نور ساكنة وهذا طاف من آخر نون بقول تقبل حكم مع النون تاس فهم كذو حوي على الإدغام بغنة والوقوع الياء يغدي عتان كذي بعد قرش العراق يا لك الله يسر والياء ويا ذا من حروف الإدغام بغنة بكم تاو سيكون سبحانه يحكمها يا ذا حكم كذو حكمها حكم التويني هذا الحكم محمود سوي الإدغام بغنة إدغام ومعنونة ثالثا نقول ثالثا نوحا لا يمكسد عن في كلمتي خيرا يرى نباس كلمة واحد قصرا تويل حتى هذا فيكون سبحانه حكم حكم النور إلا أن تويل كمان نهال لي النومة فيكون سبحانه حكم حكم النور نون تاس ومن يعمل كتك على إدغام بغنة ثالثا نقول ثالثا نوحا لا في كلمتي خيرا يرى تويل بغنة توين كاسو التأوين بعد وقلاسي سياوية والياء وياد لم يحرف الإدغام بك مثال بغنة حكمه مركز توين كاسو في سوق حوالي إدغام بغنة رابعا أقول رابعا كافرا مركز فرابعا لا يسي كلمتي من نعمة فبدا يا غي ومن نعمة حكوسا نور ساكنة نور يبن نور كاسو وقع ولاي بعد قلاسي نور متعركة ونحا كذا والنور النور يبن من حروف والنور النور تنضمنا من حروف الإدغام بغنة بك مثال يكون الحكم مثلا خصوصا إدغاما القاف من ألف بل وتاء إدغاما أصله صحيح بغنة وقد على هذا القياس تمرينات هذه مثلا التمرينات اللي يسوي تمرينات كاسة للإدغام وصونات للإدغام بغنة تمرينات كاسة مضمون بدل بها يوال ربح الله حل جديد هذا اللي قال رواس يقال بين عندي حكم الإدغام بغنة الإدغام بغنة حكم فيما يلي هل كان ملكسة الإحسار بوليه قال تعالى ليلة القدر خير ألف شهر هل كان سأل غير رأينا كيف الإدغام معاون يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ولسانا وشفتين في جيدها حبل من نسد قال أجيبك الجواب يا على ما يأتي عن ما يأتي وحيمان ما هو من حي آل الدغام الدغام كل لغة وصل يا صاحب في ذلك أربعة نزلت وجد مو قارك هو قارك فلاش كنت راح نقول إذا كم عدد كم عدد حروف الإدغام حروف الإدغام كثيرة وأنت إدغام كاس بغنة معونة هذه ولا هي محينة آخر وينت جوابك كوه قال ما حكم النور ساكنة نطر يا بنحوم كذا وما حي إذا وقت أتى بعدها واو بركو قلاش الإيمان مع التنزيل هذه أولي مثال هذه مثال لا تصل لك عندي سؤال كذا ما حكم التوين توين دحوم كذا مع إذا تابعدها بعده بعد التوين النون مركز هذا مع التنزيل هذه مركز كل مثال لا يوم في مثالين لا مثال من القرآن الكريم القرآن كحق سنة كلمتي دفتر كان كقرج سؤالها سؤال القسم الثاني قيب طلبات ومن الإدغام كم إذا الإدغام بغير غنة وإدغام لكن وح غنة يا وح صوت تنقض الله يكين هي أنلاين سؤال ما هو القسم قسم من حي ثاني لو من الإدغام إدغام كمل كيف تقبل القصاب عن السورة وقالنا إن شاء الله وما حروف وحروف في سورة محيطة وما حروف وحروف القسم الثاني كيف ترى حروف تدرون
حيث جواب الثاني مثل الأول من قسم يريد غامي إدغام كالذي في قيمة كاملة هو ثاني وحوي الإدغام بغير غنة وإدغام بلا غنة ولو مركا الإدغام السكلية وإذ كل شيء ساء وحق غنة يوح سوى صنق دواغ هيدا ملاهو ولو حرفاني كالبا حرف بليها وما لبدا حرف حوي كو اللام لبا والراء فقط ونو كيرمنا أما تويكي هدي اللام دبدع أما راء دبدع إدغام مواصلين لسا ونو كي اللام كاكوشي لسا أما راقة لكن وحا قلنا هو السنك أتكلم على قسم الله وهذا كان يسمى وحا لغم على إدغاما كاملا إدغام ما يصير ما لغم على محيلي وقال ذهاب الحرف حرف كي تجدسي وصفة ما عندما نحاليه ونو كي أما تويكي مركي اللام دبدع على اللام بأبدا لسا لا تنو صفة بواكو تركت لا تنو واكو تركت محالك ولا نون ماشي ميا الله هذا لان أمر على بيدش يفضل يدينا وقت كتب واحد قلنا ما تعلق مركب وإدغام ما يصير سيد إدغام قالوا يا قام شيء إلا بابية هاي النقطة وهذا كان وخذ قال على مثل اللهم تصالح قال وأفر قال الله قال ذكر بعد العدد وترى قال بعض الحروف اللي إدغام بغيرونا فصد أحد مثل مع النون كانوا أفران على مثل مع التنوين تصالح إنك يتنوين كو لان اللام بكير مثال ميلادون ماذا سنفيري على راي ميلادونه حروف الصا نون كان ريب اللام بعد ما دعي ما كان كده واقع إنه واحد كنا اللي يدها وأصلا كان كهلا لنا مرهم ما حلنا ميلادونه أقول لام ككل اللي مثل ميلادونه إن أساس من ريت الله مرهم كده فوق أنا أقوله ميلادونه أقوله تقول فينا ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل هذه همزة انقلها كيني ويل لكل همزة لمزة لا يمكن أن أقول لكي هذه ويل لكل همزة لمزة را من ربهم أيها تنتينا من غفور رحيم مرهبا أراد ولعي من ربهم سنك هذا وركع قبطه وعلى أولا واقفة لكن قوة رسنك هذا قبطك وعلى أولا كذلك من غفور رحيم وقد قال الدليل كقادم ويليل إضغامي إضغام قصنا في قسمه لو يستقي وضع من التحفة فيها الربيع كتابك تحفة الأطفال كها كتاب كان مركز آخر شطه ولخص كها تحفة الأطفال لما آخر شطه إلا فيها وضب أقرها إيه قال الناظر المحلي رحمه الله تعالى الثاني إدغام بزيتة نتب يرمل نعيم وصفرت إنها قسمان قسم إدغام في بغمة بين علماء لا إذا كان بزيتة فلا وإنك الدنيا ثم وإن تلا وثاني إدغام بغير غنة إلا من ورف مكررا ومكررا نه والثاني مثل بعض مركور هو الأول كسير وإظهارك إدغام كسو أتطنب بيري وزيري إدغام بستة اللحظة لغو إدغام إياه أو اللحظة كينيسة ستة داسو أتطنب في يرملون لحظة كتير دوالة لحظة عرفان كاس كتير عندهم عند القراء القراء دكتورة ستة داسو قصبة تطنباتي بيري لكنها اللحظة قسمان لبا قيبود ويبي ذات قسمين ولبا قيبود قسم غايب يدغم ولا إدغام هيا هو مركي ألف إلا خريطه يدغم هو عليها ونوكي ألف سأسك الله مركي قسم غايب يدغم شعرك أو سبوي شعرك أو بعضا لكن فصلوا حنا ونعم قسم غايب يدغم ولا إدغام هيا هو نوكي أمتونكي على إدغام هيا فيه قسم رحيزة بغنة مع غنة أيضا وليبا غنة الغدرية
علم هو لو هذا قسم بينمو قال هو قال ارجع ينمو ابغى اكون فارورنا ينمو افترض الا اذا كان اني يمان بكلمه كلمه دحيده كو كثيره اثر دقيق سيده الدنيا وكله فلا تدغم مركز هاي ابغاني اني لو كلمه كو جيره بعض بعض كدنيا وي اركي لو كل كلمه كو جيره ثم صين واني تلا وراي بس انا قلت والله انا ادغام ادغام وي ادغام كان صوب غير غنه تنغنى لا يعني في اللام اللام فدحيره يا وراي والله لا ثم كرر الرابع اللي بس تمام بيجي اكو حساب يا هذا المره بس انا كلام ادغام ادغام وي ادغام كان صوب ست اللي حاوي ست ساعات تنسي يرمون يرمون دحيره ست ساعات قصرت الصلاه عند وقت الصلاه لكنها لحلي قسماني والله بقي وذات تسمين ما بقى من صاحبه قسم غيب يقام ولا ادغام يا ولا شذا يا هو منك ولا تنكي هي قسم العزه تغنى كنا غنى غنى معنا علم هو لو قال هو قسم لا سبي ينمو ارجع في ينمو اكو سو كلمي بعد كما جبت الا اذا كان اني ما لبدودي ولا بده فمن كرمنا يا حرف كلا اما تنكي حرف كلا ما فهمت كلا بكلمه كلمه دحيره ولا تقول هاي غام كدنيا وي ثم سنواني ترى وراي وثاني كلامنا ادغام 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 كسب غير غنى غنى اقول في اللام اللام دحيت ايوا هذه ورا ثم يتاكد كررنا العلف الراقي واكتب البيت كررنا واكتب وما امرينات هذه نظام تمرينات اللي يسوي تمرينات خاصه للابغام ابغام قصص ابغام قصص غير غنات ابغام بلا غنا او ليل بحال كشوف وما حل على الحل هي ولا فرفري قال تعالى ايحسب ان لن ايحسب ان لن يقدر علي احد هو في عيشة راضية الحل حل كي بقى لقاه لي أول مرة أروح على في ألن من ساكنة النور ربما بقصر أتى بعدها اللام غاشي ولا ما كنت والله والله مثلا من حرف الإدغام بغير غنة والله يا حرف وحرف الإدغام بغير غنة هذا يخمي تاه فحكم حكم كي مركو حنقل على الإدغام بغير غنة ثانيا إدغام ما قلنا له ألن بقى ألن آلين ثانيا اقول ثانيا وحلي في كلمتي عيشة الراضية لا بس كل واحد قصوى تويل وقع بعد حرف الراء ناعي والراونا من حرف الإدغام راح يكمل تلاقي حرف الإدغام كود غير غنة تقولنا الله بحكم مثلا في سو حوي هذا الإدغام كاس إدغام غير غنة وقف على ذلك أريا كذا يصاب تمرينات هذه نبدأ تمرينات الليل سوي تمرينات كاس الإدغام وصلنا غير غنة تمرينات كاس مطلوب إلا الروح حلوة على الجربة سوي دي يعني سؤال بين عدة على إدغام إدغام وإدغام يغنى تنا شو الكلمات اللي هتيه رأينا صوت فودا للمتابي تغزى بالرزق أيحسب أن لم يره أحد من ثمرة الرزق كثر أحسن أجيبك الجواب على ما يكفي واحد وزارة كم حرفا إني سحرفا للإدغام وقام قصرا إدغام كان سوى بغير غنة غنة لها كذا إدغام بغير غنة ميقع حرف بلي وما هي محيطة حروف تاسو لا شكو حكتا إلى وقت وقع وضعه بعد النون النون تقراش النون تاسا كانت تخبر اللام اللام فما الحكم حكم في سبحانه غلي مع التمثيل هذه هو من اللي مثال لها مثال كينا يوم ما حكم التويني توين تحكم كذا محيطة بي ما حكم التوين إذا وقت وقع ولا بعده تكون جالس حرف الراء مع التمثيل هذوك مثال لنا بمثالين زي مثال القرآن الكريم انت صحنا وسما عشر كان الإلحاد وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته